أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم غريبة يعني دايز هالكلام، شي حاجة طوب إن شاء الله. غادي تكون عامرة بالشوكولا ديال لايكا كريم ديال ميشوك، يعني شي حاجة طوب. ودائما كنهضر على هاد الشوكولا بالضبط، هادي كنهضر عليها لأنها فعلا راه مزيانة، واللي ما صدقنيش يجربها. يعني التصديق، أنا دائما كتعرفوني صادق في كل الكلام ديالي، الكو ديالها والمذاق ديالها رائعه رائعه. شوفوا مزيان في البواطه، راه شي حاجه توب ان شاء الله. مرحبا بكم، غادي نشوفوا هاد الوصفه ديالنا ونشوفوا المقادير ان شاء الله. عندنا 1 كيلو ديال الفرز، 11 غرام ديال الخماره، يعني خميره بودر 11 غرام. عندنا هنا لورانج طايب في السيرو، قشرة ديال اللورنج طيبة في السيرو قطعناها حبيبات صغير، والقشرة ديال الحامض أيضا، الحامض واللورنج بجوج. عندنا هنا إن شاء الله تقريبا 250 غرام، على حسب السكر، على حسب الحلاوة اللي بغيتو نتوما. بغيتوها تكون حلوة كتزيدو شوية في السكر، بغيتوها كتكون ما تكونش حلوة بزاف كتنقصو في السكر. هنا درنا تقريبا إن شاء الله 250 غرام ديال السكر في كيلو ديال الفرز. عندنا الزيت على حساب العجينة، ما غاديش نعطيكم العبار بالضبط ديال الزيت، لأن الفرس كاين الفرس اللي كيشرب وكاين الفرس اللي ما كيشربش. الزيت يعني كنديروها حتى كتعجن العجينة ديالنا وتكون شادة راسها وتجي مزيانة إن شاء الله. عندنا الشوكولا ديال لايكا كريم اللي كتشوفوا فيها، وعندنا هي هذه الشوكولا درناها في واحد البوش باش نعمروا بها إن شاء الله الغريبة ديالنا في الوسط على بركة الله. نمشيو مباشرة باش نعجنو العجين ديالنا. غادي ناخدو الفرز، غادي نديرو الخميرة، نديرو القشرة ديال الحامض والقشرة ديال الليمون مقطوعة مرصوات وهي طيبة في السيرو، فرويكم في على بركة الله. نسدو لا ماشين ديالنا على بركة الله، ما نشعلوهاش بالجهد، ونبداو نضيفو إن شاء الله الزيت. على حساب الفرص ديالنا هو اللي كيحكم، ما تكونش كثيرة ما تكونش. هنا غادي نخليوها تورنا هكا، وغادي بلينا يبان لينا العبار واش باقي خاصنا شويه ولا نزيدو مازال. يعني العجينه ديالنا ها هي كتجي رطبه، غادي نوريكم التكستير ديالها ان شاء الله. غادي نشوفوها ان شاء الله كي جاتنا، ها هي كتجي بحال هكا وفيها داك اللورنج هانتوما كتشوفوه في وسط العجينه. ما خصهاش تجينا العجينه ديالنا قاصحه، ما خصهاش تجينا رطبه. غنضيفو السكر ديالنا بعد ما عجنا العجين مع الفروي والزيت، كنخليو السكر ديالنا حتى الاخر ونخلطوها مع السكر، عاد نحيدوها ان شاء الله. عجنا العجين ديالنا في الاول بالزيت ولي فروي، خلينا السكر حتى الاخير ضفناه، حنا نضيفو شويه الزيت باش تجمع غير شويه. ها هي بركه، ما نكتروهاش. لا يجعل البركه. غادي نشوفوا العجينه ديالنا، العجينه ديالنا ها هي ساتجينا بحال هكا. العجينه ديالنا كنديروا لها بحال هكا، كنديروا فيها واحد الحفره، كنديروا فيها شويه الشوكولات الداخل، ها هي شفتوها. كنسدوها من هنا، خصنا تسد مزيان، وعاد نحربلوها عاوتاني، وعاد نحطوها ان شاء الله في الطاوه ديالنا بحال هكا. نعاودو لكم واحدة أخرى، كنحربلو الغريبة ديالنا، كنديرو فيها حفرة
بالصبع ديالنا كنديروا فيها الشوكولات لداخل ونسدوها ونحربلوها عاوتاني مزيان تتقد لنا. هنا كنطبعوا الغريبه ديالنا بشي اي امبرانت عندكم باش يعطيكم هذا المنظر زوين ان شاء الله. بحال هكا الفران ديالنا سخناه مسبقا درجه الحراره 170 175 170 175. غادي ندخلوا الغريبه ديالنا ونسدوا الفران. غادي ندخلوا هذه الاخرى حتى هي غادي ندخلوا دخلنا الغريبه ديالنا بعد ما طبعناها غادي نخليوها في الفران باش تطيب في درجه الحراره 170 175 ودائما كنردوا البال الغريبه ديالنا وقت ما طابت ان شاء الله غادي نخرجوها. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذه هي الغريبه ديالنا بعد ما طيبناها من الفران خرجناها خليناها تبردات عاد استفناها ان شاء الله. نتمنى منكم تجربوها، هذه وصفه رائعه يعني اللي فيها لورانج وفيها السيترون وفيها الشوكولا ديال لايكا كريم ديال ميشوك ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما كتشوفي فيها غريبه محمره مزيان كتجي رائعه، حتى داك الديكور بال داك لومبرانت باش طبعناها عطاني هذاك المنظر الرائع ان شاء الله. اخواني اخواتي كنتمنى لكم كل التوفيق والى اللقاء فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.